متابعي طقس العرفية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تشير بأن الطقس سيكون صافي مع 41 درجة مئوية، الملموسة 36، الرطوبة 15% والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. انتقل وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها شمالا، تبوك أتربة مثارة 28 إلى 17، عرعر أيضا أتربة مثارة 29 إلى 18، سكاكا فرصة ضعيفة لزخات متفرقة من الأمطار تكون رعدية الطابع مع 30 إلى 17. المنطقة الغربية جدة رياح نشطة 39 إلى 28، المدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار مع أتربة مثارة 41 إلى 27، مكة المكرمة غبار خفيف 40 إلى 29، والطائف 31 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية أبها زخات رعدية من الأمطار مع ساعات مع بعض الظهيرة والعصر 28 إلى 20، الباحة 30 إلى 22، جازان 35 إلى 33. المنطقة الشرقية الإحساء 44 إلى 28، حفر الباطن 44 إلى 26، والدمام 43 إلى 29. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى متوهب العاصمة الرياض، طقس صافي 41 إلى 28، بريدة 41 إلى 23، أما حائل فرصة لزخات رعدية من الأمطار مع أتربة مثارة 37 إلى 15. إلى اللقاء.